سلام، مرحبا بكم في القناة ديالي سوكا ديليس. المهم اليوم جبت لكم الكريب مالحين، كيجيو خفاف وزوينين ضروري. البنات، المقادير اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه: عندنا 2 بيضات، كاس الا ربع معمرش ديال الزيت، مليحه، الابزار، حليب، والطحين على حسب الخليط. خليكم معايا نكمل الوصفه. المهم البنات، درنا البيض، الزيت، مليحه، الابزار، غنطربوهم مزيان، وعاد باش نبداو نضيفو الحليب والدقيق شويه بشويه. بعد ما طربناهم مزيان كيوليو عندنا فقاعات كيف ما كتشوفوا، دونك الكريب وجدوا لينا. الناس كيف ما كتشوفوا الخليط ديالنا هو وجد ديال الكريب، كيجي لهاد القياس. ودابا غادي نبداو نطيبوا فيها. البنات، من بعد ما طابوا لنا الكريب ديالنا، دابا غادي نبداو نعمرو فيهم على شكل بريوات. المهم هنايا درت، هنا عندي الفرماج ايبيسي بالثومه وبودر ديال الثومه وشويه الربيع وشويه البزار، وهنا عندي الفلفله مقطعه رقيقه، البصله مقطعه رقيقه، فرماج غابي. ودابا غنبداو نعمرو في البريوات. كما قلت لكم الطون، المهم دابا غادي نخلطوا الطون مع هاد المكونات وغنزيدوا عليهم فرماج غابي. البنات، من بعد ما خلطت المكونات كاملين مع بعضياتهم، كتجي هكا، كتجي غزاله بنينه. المهم دابا غادي نبداو نصيبوا في البريوات وهانتوما معايا. المهم البنات، من بعد ما قطعناهم على 3، كنشدوا كل وحده شوية ديال الفخوماج، ممكن نبداو على شكل بريوات. كتبقى هادي، كنحشيوها الداخل. سيبا، المهم دابا نديرو الثانية، ناخدو شوية ديال الفخوماج هذا الشيء، كما ندخلو لداخل، نقص شوية لجاتنا طويلة، صافي وكان ندخلو لداخل بحال هكا.
هادو هما البريواس، من بعد ما عمرناهم كيجيو هائلين، ضروري تجربوهم وتردوا لي خبر في لي كومونتير. كيجي الشكل ديالهم راقي، وكن ديكوريهم بشوية الفرماج من الفوق. بنات ما تنسوش الاشتراك عندي في القناة سوكا ديليس، والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي.